بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أعزائي وحبيبي الكرام، أهلا بكم في فيديو جديد، فيديو مميز إن شاء الله. هنبدأ مع بعض سلسلة نتكلم عن الرومي الأبيض من الألف للياء. يعني لو حضرتك ما عندكش أي فكرة عن الرومي الأبيض، إن شاء الله تطلع من بعد سلسلة الفيديوهات دي إن شاء الله عندك فكرة ودراية كاملة. هنتكلم عن الرومي الأبيض المستورد والمحلي، هنتكلم عن ازاي نستقبل الكتكوت عمر يوم في المستورد وازاي نستقبل الكتكوت عمر يوم في المحلي، وهنعرف ان الفرق ما بين الاتنين، ازاي نحافظ ونظبط درجات الحرارة، ازاي نظبط العليقة او العلف بتاعت الفرخ. بعد كده في حالة استقبال الفرخ عمر شهر عندي، ازاي اعرف اتعامل معاه، ازاي اعرف اكمل مع الفرخ الدورة، حتى في النهاية ازاي اعرف اذبح ديك الرومي بدون ما اوديه لفرارجي او جزار، او يعني من غير ما يتكسر معايا سواء جناحه او وركه او خلافه. وهل الرومي الابيض بيبيض ولا ما بيبيضش، هل ينفع التكاثر ولا لا، وليه احنا بنستورده طالما نقدر نفرخه عندنا هنا في مصر، وايه سبب ارتفاع اسعار الرومي الابيض عموما مقارنة بالطيور التانية ومقارنة بالرومي الاسمر، وايه اللي بيخلي كتكوت الرومي بيصل الى 75 و80 جنيه عمر يوم، في حين ان الرومي الاسمر مثلا بيكون احيانا من 7 جنيه الى 12-13 جنيه اقصى حاجة. فهنعرف الاسباب دي كلها. بداية يا جماعة، احنا بنقول الرومي الابيض فيه منه نوعين. هو في الاصل مستورد، الرومي الابيض مستورد بيتفرخ في اكتر من دولة. احنا بنطلق عليه رومي ابيض فرنساوي او رومي ابيض مهجن بنعام، نسبة الى ان وزنه او حجمه يعتبر كبير، فطبعا يعني اكتر من الطبيعي بالنسبة للرومي الاسمر اللي هو ما بيتخطاش مثلا 7-8 كيلو. يعني اعلى تقدير لو الرومي الاسمر قعد عندنا سنة ممكن يجيب 7-8 كيلو، قليل قوي لو جاب 9 كيلو. الرومي الابيض بوصل ل 30 و32 و35 كيلو، فعشان كده احنا بنشبهه ان هو عامل زي النعام، فبنقول مجازا رومي ابيض مهجن بنعام، لكن هو مفيش اي صله بينه وبين تخصيب النعام للرومي الابيض. يعني ما ينفعش لما نقول بط بغال نقول يبقى مثلا حيوان البغل اللي هو يشبه الحصان حصل تخصيب بينه وبين البطه، لكن احنا بنقول مجازا اسما بس، لانه طبعا حاجة ايه كبيرة. بنقول عليه كمان رومي فرنساوي، في حين ان هو مصدره الاصلي او المكان اللي بينتج فيه هو في اكتر من حوالي 53 دولة، اكترهم هي انجلترا والمانيا، ومع ذلك احنا في بلجيكا في هولندا، لكن احنا برضو بنقول عليه رومي فرنساوي. انا بقول كده ليه يا جماعة؟ عشان بلاقي حد يتصل ويقول عندك رومي فرنساوي اصلي، اقول له ايوه. مستورد؟ اقول له والله عندي مستورد. يقول يعني جايبه من فرنسا؟ اكيد ربنا شهيد عليك. طب وهو الرومي الفرنساوي ما هوش اساسا من فرنسا؟ الرومي الفرنساوي موطنه احنا بنقول تفريخه اللي بيتصدر هنا للدول العربية والمصر هو جاي من انجلترا. فيعني ايه انا بقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ عشان ما بحبش او بزعل لما بلاقي حد بيتصل وبيعمل حافظ كلمتين، يعني سلم امرك لله كده وتعامل مع الناس ان ربنا وكيل بينك وبينهم، فعشان الامور تمشي. يعني ما تحاولش تتفلسف وتعمل انك شاطر فيقوم اللي قدامك يفهم انك يا دوب حافظ كلمتين فيضحك عليك، لا، خلي امرك لله. انا والله العظيم لما حد يتصل ويقول لي بصراحه انا ما عنديش اي فكره عن الرومي، يعني انا بعرفه وحضراتكم طبعا شاهدين عليا وربنا شهيد وكيل عليا، بعرفه من الالف للياء. فخليك كده يعني ايه ما تظهرش انك انت ناصح وفاهم الليله، عشان ممكن لو وقعت في التاجر مثلا وفهم انك انت ما انتش عارف حاجه ممكن يعني يشتغلك احسن اشتغال. بنقول يا جماعه الرومي بيجي قلنا من اي دوله اوروبيه. انا بتكلم بقى على الرومي المستورد اللي انا بشتغل فيه.
بياخدوا المستورد، بيجي له طبعا الصفقة بتاعته او الحصة بتاعته، بتصل لمطار القاهرة لقرية البضايع يستلم الرومي، ممنوع ما بياخدش الافراج الجمركي بتاعه الا بعد ما يدي الاربع تحصينات بتوعه، فهو بياخده على محجر عنده. المحجر ده خاص بالمستورد. يعني ايه محجر؟ احنا اتفقنا ان شاء الله هتكون سلسلة الفيديوهات من هنا ورايح، يعني حاجة تطلعك بامر الله في نهاية الموسوعة، يعني فاهم كل حاجة. محجر يعني مزرعة كبيرة بيتم فيها حجر صحي للكتكوت ده، هو يعني ممنوع يخرج منه. يعني لما نقول محجر صحي لبتوع الكورونا لا قدر الله، فهي بتبقى مكان معزول ممنوع حد يخش لهم ولا هم يخرجوا لحد لغاية ما يتم شفائه. فالمحجر اللي خاص بالرومي ده مكان مزرعة، في مكان بيتم تربية الكتكوت، استقبال كتكوت عمر يوم فيها، يطلع منها عمر شهر. يبقى لما حد يقول لي انا شغال في الروم المستورد، اعرف ان الروم المستورد ما ينفعش يتباع للزبون العادي او للعميل العادي اقل من عمر شهر. اما لا حد يقول لي انا عندي روم مستورد موجود في السوق عندنا في البلد عمر 8 ايام و3 ايام، يبقى ده اعتقد ان انت رد على نفسك ده مش مستورد. لما تقول لي عندنا روم مستورد عمر 15 يوم، يبقى ده مش مستورد. احنا بنقول يا جماعة الرومي المستورد، المستورد بياخده في محاجر صحية خاصة بيه يربيه لمدة 30 يوم. طب حضرتك مثلا معاك قرشين وعايز تدخل في مجال الرومي، بس مش عايز تشتري عمر شهر، عايز تاخد في موضوع تجربة انك تربي عمر يوم. المستورد ده عنده مثلا المحجر ده 4 5 ادوار، الدور بياخد وليكن 5000 كتكوت او 4000 كتكوت. انت بتروح تقول له والله انا عايز اشتغل او عايز اشتري منك 5000 كتكوت عمر يوم، بيقول لك تعالى ادق العنبر، في السقايات بتاعته، في العلافات، في الهيترات او الدفايات، في خلايا التبريد، يعني بيبقى مصمم ومجهز لكل حاجة. ادى ال5000 كتكوت بتوعك، هات عمالك واشتغل. طبعا بتجيب عمالك، بتجيب الادوية بتاعتك، بتجيب العلف بتاعك او العليقة. بحب اعرف الناس برضو كلمة علف يا جماعة او كلمة عليقة هما واحد، كلمة العليقة يعني العلف، عشان انا دايما لما اجي اتكلم اقول ادي عليقة 23% ناس تعقب وتقول يعني ايه عليقة. هو العلف الشكارة اساسا اسمها شكارة عليقة. كلمة علف ده كلمة جامعة بتطلق بقى على الدش او العيش او الازولة او الخضرة او اي حاجة التربية كلها بقى اسمها علف، لكن احنا بنتكلم على الشكاير، الشكارة اسمها شكارة عليقة. بنقول يا جماعة حضرتك بيديلك المكان مجهز بكل حاجة، وبيديك الفراخ طبعا بتمنها، لكن هو مش مسؤول. يعني هو النهاردة هيحصن يوم 7، طبعا انت بتبقى عارف التحصين، معرفك ان هو بيحصن يوم 7، فبتحصن انت كمان القطيع بتاعك، بيحصن يوم 14، بيحصن يوم 21، بيحصن يوم 28. في النهاية الموضوع ربنا عداه معاك على خير، القطيع بيبقى جاهز على البيع، بتطلع القطيع بتاعك تبيعه، بيكون مثلا عمر 30 يوم. لا قدر الله حصل ضرب عندك، ماتوا كلهم، مات منهم يعني نسبة منهم، هو طبعا مش مسؤول. هو باع لك عدد الكتاكيت، الكتكوت مثلا بكذا، ب 60 70 80 حسب الاتفاق، أجر لك المكان طبعا المجهز، لكن هو في النهاية إدارة دورة الفراخ اللي هي ال30 يوم هو مش مسؤول عنها. ده بالنسبة اللي عايز يشتغل في كتكوت عمر يوم. أما حضرتك هتشتغل في عمر شهر، وده بيكون الأضمن طبعا، بتستلم الفرخ عمر شهر واخد كل تحصيناته. وكلمة كل تحصيناته، هو له 4 تحصينات، وبعد كده بتيجي لجنة من الطب البيطري أو الزراعة وبيقيموا الفرخ، يعني بيشوفوا عدده. يعني ايه بيقيموه؟ الراجل ده مستورد 40 40 ألف، فبيبصوا كده، بدوا نظرة كده مبدئية ان الفراخ ده ما اتباعتش، الفراخ ده ما تلعبش في الاعداد بتاعتها. ليه؟ لان الفراخ دي جاية من دولة اوروبية قد تكون حاملة لفيروسات معينة او ميكروبات معينة، فلازم تاخد جدول التحصين بتاعها. لما اللجنة بتشوف ان فعلا العدد معقول، يعني مثلا 40 ألف كتكوت المستورد استلمهم، لقيت قدام مني 39 ألف، يبقى وارد ان يكون فيه 1000 كتكوت
مات مش مشكلة، او 500 او 300، لكن ما تجيش اللجنة تقيم تبص تلاقي ال 40,000 كتكوت مصفصفين مثلا على 15 او على 20، يبقى كده اكيد الفراخ دي اتباعت بره. طب ايه اللي يخلي المستورد يبيع يلجأ للبيع؟ طبعا اللي يخلي المستورد يبيع انه طبعا بدل ما يقعد شهر 30 يوم يأكل ويشرب ويتحمل مخاطرة ان هو يكون عنده نافق، فهيبيع يكسب له مثلا في الفرخ 10 جنيه 15 جنيه ويبيعه فيكون احسن له. لكن طبعا احنا بنقول ان اللجنة او الهيئة اللي بتبقى جاية من الطب البيطري لما بتشوف كده بتعمل له مشكلة. لذلك هو الراجل عشان يحافظ طبعا على سمعته وعلى اسمه في السوق ما بيبيعش الكتكوت عمر يوم، بيكملوا لغاية ما يكون عمر شهر، إلا إذا زي ما قلت لحضرتك في تجار كبار بتدخل في الموضوع وتاخد عنبر عند المستورد في المحجر وتربي، وهم طبعا بيكونوا أكثر خبرة وبيعدوا الدورة بسلام، وبعد كده ينقلوا الفراخ القطيع بتاع ده للمزارع بتاعتهم ويبدأوا يسوقوا منه. يبقى احنا قلنا اول فرق يا جماعة ان الفرخ المستورد ما بتباعش اقل من عمر شهر، اما هنلاقي في السوق احنا عارفين طبعا ان من حوالي 6 7 شهور شركة بريطانية عملت شراكة مع حد هنا في مصر وبدأوا يعملوا شركة لتفريخ الرومي الابيض، يعني انتاج محلي، والانتاج المحلي ده بيبيعوه عمر يوم، يعني هو الكتكوت عمر يوم وبيبيعوه من سعر 45 جنيه الى 65 جنيه. يعني لو حضرتك هتاخد كمية كبيرة بتوصل معاك مثلا ل 45 او 50 جنيه، لو بتاخد مثلا 5,000 7,000، لو هتاخد لك مثلا 100 فرخ 200 فرخ بيكون مثلا السعر 60 جنيه، لو هتاخد لك 10 20 بيكون السعر مثلا 65 جنيه. فده للي عايز يجرب تربية الفرخ اللي هو عمر يوم. يبقى الفرق من ضمن الفروق ما بين الرومي المستورد والرومي المحلي ان المستورد بتباع عمر 30 يوم، اما المحلي ممكن في اي عمر، ممكن عمر يوم عمر 3 عمر اسبوع عمر 10 ايام، مفيش مشكلة. انا خدت الفرخ طبعا كان الاول بيكون مباح او كان جائز التعامل بالفرخ عمر يوم، فكان حضرتك عشان بس ما حدش يقول ده احنا مثلا من حوالي 5 سنين كنا بنجيب الكتكوت المستورد عمر يوم، ده حقيقة كان حضرتك بتحجز كان بيجي من فرنسا او هولندا او انجلترا مثلا او المانيا ايا كان المصدر او بلد المنشأ. انا بروح للمستورد بيكون حاجز عنده مثلا 3,000 كتكوت او 1,000 كتكوت، بس كانت الكمية طبعا ما تقلش عن 1,000 كتكوت. طبعا كان بيقول لي ميعاد وصول الدفعة يوم كذا، بنروح نستنى في مطار القاهرة في قرية البضايع توصل الفراخ الكتاكيت، وكانت الكرتونة بيبقى فيها 100 كتكوت مكتوب عليها طبعا اف او ام، يعني الكرتونة دي ديوك او هتبقى برابر يعني ذكور ام اناث، وبتاخد الدفعة بتاعتك اللي انت حاجزها ودافع تمنه، بتاخد ال10 كراتين ال20 كرتونة بتوعك، وكنت بتعتمد على الله وتربيهم انت بمعرفتك. الموضوع ده يا جماعة ما عادش بيتم، لان كان حصل انفلونزا طيور من حوالي بتاع 6 سنين او 5 سنين، موجة جاية من فرنسا، فكان طبعا عشان الحاجات دي الطب البيطري مش ضامن ان انا لو خدت لي كرتونه ولا كرتونتين من تاجر الجمله هتعامل معاهم ازاي، فممكن اتسبب في انتشار وباء او فيروس معين، فهم عشان يكون في يعني مرحله الامان خلوا ان المستورد هو الكفيل بتربيه الحاجات دي لحد عمر شهر، او هو المسؤول عن الموضوع ده. هنتكلم ان شاء الله في الفيديو الجاي. انا النهاردة استلمت الكتكوت عمر يوم، مجهز طبعا المكان له، هتعامل معاه ازاي، درجات الحرارة اللي انا المفروض اوفرها للكتكوت على مدار ال30 يوم، التحصينات اللي المفروض هديها للفرخ في خلال ال30 يوم، العلف ازاي اركبه، النسب اللي المفروض عاملها في تتوفر في العلاقة او العلف للكتكوت من عمر يوم الى عمر ال30 يوم، هوصل من ارض ازاي، الامور دي كلها اللي تتعلق بالكتكوت من عمر يوم الى عمر 30 يوم ان شاء الله هنتكلم عنها في الفيديو الجاي. في نهاية الفيديو بتمنى
التوفيق لحضراتكم. بذكركم ما تنسوش تتفاعلوا اكتر مع القناة، تعملوا اشتراك، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، تعملوا لايك للفيديو، تعملوا شير للفيديو عشان ناس كتير تستفاد، يكون في مشاركة فعالة من خلال التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.